بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا وسهلا بكم جميعا، هذا عمر قنديل أجين معكم مجددا في دوت إن سبوت، وفي سلسلة دروس أنيميشن. هاي المرة أنيميشن باحتراف كما المحترفين. نتعلم أنيميشن في هاي الدروس، راح نتعلم الأنيميشن مجموعة دروس بنعمل فيها بروجكت كامل من الـ A to Z. نتعلم فيها كيف نجيب الريفرنس وكيف نشتغل عليه وكيف نجيب الكاركتر، في كل التفاصيل إن شاء الله اللي بتلزمنا لنعمل شوت أنيميشن كامل على برنامج المايا. أشكركم على تفاعلكم بالبرنامج المايا وعلى الويب سايت تبعنا dotinspot.net. في عنا الكورسز، صار في عنا كورسز جديدة. طبعا الكورسز الجديدة هدول أول درسين 2016 و2016، هدول الأنيميشن وحدة المايا إن جنرال. هدول يا جماعة دروس طويلة شوي، كانت يعني بسميها سيمينار، إنه بتكون لايف، كان عندي طلاب بالقاعة وعم بدرسهم، وحبيت أسجلها من باب إنه يستفيد الكل فيها. وفي عنا الدروس القديمة، طبعا مجموعة دروس كاملة على مواضيع مختلفة في المايا، أكيد كلها مريتوا عليها وبتعرفوها في الموقع تبعنا القديم. ما بدي أخذ بالتفاصيل، اللي بده يجي على الموقع يسجل فيها ريجستر وساين إن إذا أنت مسجل من قبل، وتبدأ تشوف شو في عنا بالكورسز وتشتغل عليهم. على كل الأحوال فلندخل مباشرة إلى الموضوع. حكينا عن مواضيع بالأنيميشن ولكن كانت بسيطة جدا. هنا في عنا أنيميشن، كاركتر أنيميشن، كانت مجموعة دروس أنا نعمل موديل وريجينج وأنيميشن. في عنا مجموعة هون بالموديلينج وتكتشرينج وريجينج، وفيها شوية أنيميشن جاهز بالمايا. هذه دروس لا مختلفة شوي، لأنه بتحكي عن موضوع الأنيميشن بحت. راح نتعلم كيف نعمل أنيميشن بحت. في عنا الوك سايكل كانت هاي قبل، ولكن بس في موضوع معين ودرس واحد كأنه كان طويل. على كل الاحوال انا فكرت نعمل بالبادي ميكانيكس. بادي ميكانيكس بنسميها في موضوع الانيميشن، انه كيف البني ادم الطبيعي بيتحرك، كيف بيحرك الوزن تبعه من الرجل اليمين للرجل الشمال لما يعمل شيفتنج ويت، لما يكون يمشي مثلا كيف يتحرك بطريقه معينه. دورت بالنت كثير، لقيت في هذا المقطع الفيديو، ممكن ناخذ منه. في حركات مختلفة اسمه درانك ماستر، درانكن ماستر. فبدي اخذ منه بعض المقاطع ونتعلم كيف ننزله ونشتغل عليه وكيف كذا. اول شيء انا عندي بلجن بنزل، بيعمل داونلود من هون مباشرة. ممكن تروح على اليوتيوب، وبعد دبليو دبليو بعد قبل كلمة يوتيوب اكبس نمبر 10. المهم انت نزله بالطريقة المرتاح عليها. في طرق كثير تنزل من اليوتيوب، هاي طريقة من اليوتيوب بعطيك اياها. هذا في اعلانات، مرة ثانية نجرب. هيهم هون، بس جرب مرة ثانية. هاي بينزل المقطع كامل هون، مقاطع عنه، وتقدر تعمل داونلود هون. التايب اشتغل مباشرة، اتوقع اللي تحت هذا اعلان. هون الداونلود هذا، بدك اياها بس اوديو او فيديو او للموبايل او كذا، او حجم الحجم اللي بدك اياه. هذه ميديوم مثلا 360، تعمل داونلود. انا عملت لها داونلود وشوفها عنا على السريع في الداونلود، حنلاقيها عنا على شكل فيديو. شوي في مقطع حلو، بوزات نتعلم عليهم كيف نعمل الانيميشن. اوكي، بسرعه جدا نضع هذا الفايل على اي برنامج من برامج المونتاج اللي عندك، وليكن الكامتازيا ستوديو نفسه. ممكن نسحب هذا الفايل ونضعه عليه، اوكي، وبعدين نسحبه على التايم لاين عندك. ممكن تستخدم البريمير، فاينل كات، افتر افكت، بتشوفه مناسب. خليته 1280 في 720 و اوكي. صار عندي الفايل كامل، ممكن احضر فيه هون شوي، ممكن امشي فيه. انا عندي هون طلب 1280 في 720، فحسيتها هي كبيرة على الفايل الاصلي. نشوف كاستم، نشوف اوكي. anyway خلينا نشوف المقطع اللي بدنا اياه.
مثلا، بدينا من هذا البوز ونمشي لعند هاي الحركة، بعدين نطلع لهذا البوز وخلصنا. بس هذول 3 بوزات، نختار مكان مناسب نبدأ منه وليكن هذا البوز، بيبدأ من هذا البوز وبنتهي ببوز مشابه له ولكن بالجهة المقابلة. أوكي، حركات جميلة ممكن نستفيد منها، نعمل عليها الانيميشن تبعنا. بدي اكبس حرف الاس على الكيبورد وبعدين هذا المنطقة ديليت، وابدا هاي من البداية، ارجع زوم اوت، اختار المكان، ايوه هاي حركة 2 3، خلصنا. عند هذا نعمل زوم ان نشوفه بالضبط، نعم كفي. يعني صارت عندنا الحركة تقريبا، هاي ديليت تقريبا 4 ثواني ونصف، كفي نعملها بلاي. طيب هلا مجرد ما اننا اخترنا هذا بنروح على هون، للأسف ما بيعمل export as sequence. شو يعني sequence؟ بس افتح الافتر افكت بعلمكم شو يعني sequence. على كل الاحوال هلا بدي اعمل داونلود لهذا المقطع زي ما هو على ال HD هذه. اوكي ونكست، ما بدي اياه يعمل لي اياه داخل فولدر، خليه يحطه على الديسكتوب ويسميه درنكن ماستر. اوكي ماستر 1. اوكي خلص فينش. اوكي اضغط على فينش. الان نفتح برنامج الافتر افكت. الافتر افكت بس اسحب الفايل درانكن ماستر احطه على المكان الثاني. احنا حكينا ان الفايل كبير اكبر من المساحة اللي عندنا، اكبس عليه رايت كليك وهذه منها اختار مين. اوكي رايت كليك عليها واختار مين، بعدين الفريم عندك 25 فريم بير سكند، انا عندي ديفولت خليها 25. اوكي بدي احطها 24 20 24. اوكي لانه ما في عندنا ليب سينك، يعني انه ما في كلام بالصوت انه يركب بالضبط على الفريم بالضبط اللي عايزينه، فعادي يكون في فرق بمقطع زي هيك 4 ثواني، يكون في فرق 25 بير سكند، يعني بفرق معنا 3 أو 4 فريمات لا تلاحظ اصلا بالعين المجردة. على كل الاحوال خلي 24 معك وبرس اوكي عشان ما يصير في اختلاف بينه وبين المايا. هلا اسحبه وحطه على هاي الايقون، هذا اللي بحكي فيه. عندنا الفريم هون لو كبست كنترول اكبس على هذا، بعدين كنترول كي اللي هي كومبوزيتنج سيتنج، وبتلاقي انه في صار 24 فريم بير سكند اللي اخترناها، ولكن حجمه 1280 في 720 اللي هم احنا اخترناهم اصلا في الكامتازيا ستوديو. فبس اوكي احنا حجمه هيك كبير راح يكون في سواد كبير على الفاضي، فراح يصير الحجم اكبر ما له داعي. ممكن في هاي الايكون الصغيره اللي هنا تحدد اطار للمكان اللي انت عايزه بالضبط. اوكي طبعا انت حددت الاطار لسه ما عملت شيء، بتروح على كومبوزيتنج واختار كروب، كروب كومبوزيتنج تو ريجن. اوكي كليك عليها صار حجم مناسب. هلا كبست كنترول كي حتلاقيها انه 624 في 354. اوكي حجم مناسب للي عندنا. هذا المقطع اللي عندنا تقريبا اخذ عندك هون راح يعطيك عدد الفريمز. اذا عندك هون مبين انه ثواني اكبس كنترول مع كليك عادية على المؤشر حيعطيك اياها هون. شوف 3 4 5 ثواني طلعت معي انا. اوكي لو بدك اياها عدد الفريمز كمان كنترول وكليك عادية عليها حيعطيك عدد الفريمز. هون حيبدأ من صفر عند 124 فريم. لو كبست على بالكيباد اللي هي بتاعت الارقام اللي على الكيبورد، كبس على نمبر 0 حيعطيك اياها بلاي. بس
وجميل، ممكن نتعلم فيه البادي ميكانيكس بطريقة كويسة، ولكن هون في حركات صارت سريعة. اوكي، ممكن نعملها على شكل كرتوني، شيء انا عم بمشيها تقريبا فريم باي فريم عشان نشوف كيف شكل الانيميشن. هي بوزات، الحلو فيها انه بتحرك بسرعة لما يوصل بوز معين، كل حركة بيعملها، يعني هاي اسمها بوز، هاي اسمها بوز، هاي اسمها بوز، فهي تقريبا 3 أو 4 فريمات بوزات رئيسية، وبعدين فيها ان بتوين، هاي الان بتوين بتغلب شوي، فيها حركة للجسم حلوة انسيابية، جسمه رياضي. اوكي، هيك انهينا، استعدينا ناخذ الريفرنس. كيف ناخذ الريفرنس؟ على شكل سيكونس على المايا، بنكبس كنترول مع شيفت مع حرف الظا على الكيبورد، سوري الحرف الزد، كبس هون كليك. صح، ظا، اسف، زبطت. اوكي، شيفت وكنترول حرف ظا بصير على رندر كيو، او خلينا نعمل هاي ديليت، او بتكون على هذا المكان، نروح على كومبوزيتنج وتعمل اد تو رندر كيو، اللي هي كنترول ام، بصير برضه كنترول ام اختصار. اوكي، على كل الاحوال انا متعود عليها على شيفت كنترول وظا. هلا بهذا المكان على لوكيشن، تكبس على كلمة لوكيشن وتختار لوسنس، اسف شو لوكيشن بعديها ما في لوسنس، تكبس على كلمة لوسنس اللي هون، و اي في اي بتختار منها جي بي جي سيكونس، مثلا جي بي جي سيكونس. طبعا ما في صوت، صوت مسكر عليه، بس اوكي. بتروح على درانكن ماستر اندر سكور، بدل الاندر سكور نشيلهم كلهم، بس خليها درانكن ماستر، ودوت بدل هذيك الكلام كله، حط دوت، يعني يصير عندنا نيم دوت نمبر دوت اكستنشن. لازم يا جماعه المايا عشان ياخذ الجي بي جي على شكل سيكونس لازم يكونوا نيم دوت نمبر دوت اكستنشن، هاي اللي بين قوسين يعني نمبر، اوكي، المربعات هاي موجوده بين قوسين. اوكي، خليها على ديسكتوب ولكن داخل فولدر، نعمل في نيو فولدر نسميه درنكن ماستر، اي شيء بدك تسميه، تكبس عليه داخل، وهون صار في عنا نيم دوت نمبر دوت اكستنشن على عدد الفريمز اللي عنا، وسيف. لا، حين بدأ يعمل رندر من هون كلمة رندر. اوكي، ثواني، تن، خلصنا. الان لو تروح على الديسكتوب حتلاقي فولدر جديد اسمه بالاسم اللي سميته اياه، دبل كليك عليه حتلاقي كل الصور موجودين على شكل سيكونس، 124 فقط، 124، 124 فريم، 124 فريم، يعني مثلا كل 25 او تقريبا كل 25 ثانية، كل 25 فريم ثانية، يعني 4 ثواني تقريبا، 5 ثواني تقريبا، 5 ثواني، ممتاز. نعمل عليهم انيميشن حلو ومرتب وسهل وكاركتر واحد، وبس عشان نتعلم الاساسيات. طبعا بالمستقبل بتصير تعمل اشياء اكثر، ولكن احنا بهمنا هون بالدوره هاي يكون عندنا كواليتي للشغل، يعني انه يكون فول كواليتي، يعني يكون فعلا اشي بنعمله احترافي. فبدي قدر الامكان لو كانت قليله عدد الفريمز، يعني انيميشن بسيط ولكن بدنا اياه يكون قوي، تعرضه عندك بالسي في لما تروح تقدم على شغل. طيب، بكفي كلام في هذا الدرس، ان شاء الله بنشوفكم في درس قادم. هذا عمر قنديل، يحييكم والسلام عليكم من دوت ان سبوت.